استمرت لعقود من الزمن بين المسلمين والهندوس، أزاح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الستار عن اللوحة التذكارية لإقامة معبد هندوسي في مدينة أويوديا بشمال البلاد على أنقاض مسجد بابل، بعد حكم من المحكمة العليا في الهند العام الماضي بمنح المكان المتنازع عليه للهندوس. المسجد يعد واحدا من أكبر المساجد في ولاية أوتار براديش الهندية، وبني عام 1528 بناء على أوامر ظهير الدين بابر أول إمبراطور مغولي مسلم يحكم الهند. وكانت توجد على مختلف أجزاء المسجد نقوش عربية وفارسية تدل على هذا الأمر، لكن الهندوس زعموا أن المسجد أقيم على مسقط رأس الإله راما، وأن الإمبراطور بابر هدم معبدا هندوسيا كان قائما على المكان في ذلك الوقت ثم بنى مسجدا عليه، وهو الأمر الذي لم يستطع علماء التاريخ الهنود إثباته حتى الآن. وطوال 4 قرون ظل المسلمون في مدينة أويوديا يصلون في هذا المسجد من دون انقطاع، إلى أن بدأت المشاكل للمرة الأولى عام 1855 خلال عهد الأمير واجد علي شاه حاكم إقليم أودا، وذلك حين ادعى الهندوس للمرة الأولى أن جزءا من فناء المسجد يحتوي على المكان الذي ولد فيه الإله الهندوسي راما. وانطلاقا من تلك المزاعم قام الهندوس باعتداءات متكررة على المسجد، حتى قام بعض المتعصبون الهندوس بهدم مسجد بابل عام 1992 وسط تجاهل من الحكومة الهندية، ما أدى لتأجيج التوتر بين الهندوس والأقلية الهندية المسلمة، وأعمال شغب واسعة النطاق خلفت أكثر من 2000 قتيل معظمهم من المسلمين. وبعد عملية الهدم بدأ الصراع بين المسلمين والهندوس على أرض المسجد التي تمتد على مساحة 25 هكتارا، وأصدرت محكمة هندية عام 2010 قرارا يقضي بتقسيم الموقع للمسجد بين المسلمين والهندوس قبل أن تعود مرة أخرى وتحكم العام الماضي بمنح موقع المسجد إلى الهندوس مقابل منح قطعة أرض للمسلمين.